الصيف على رأس المقطع الحضاري المرجان. فالسيد الإمام كنت يبقى وليدا 1979 في مدينة سيدي قاسم، حاصل على ماستر في الحقوق، خريج جامعة الملك للإدارة الترابية في 1945 من السن العادي. اشتغلت سابقا كقائد بقسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية، كقائد رئيسة الملحقة الإدارية المدايب عمالة الرباط، وقائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة والرابعة بإقليم قنيطرة مصطفى أندروس. عيد كقائد لقيادة زات بن عمار في دائرة زرون خلفا للسيد هشام أمين المزياتي الذي عيد بنفس الصفة بقيادة السعادة بعمالة مراكش. فالسي أمروج هو من مواليد 1963 بمدينة قنيطرة، حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية، خريج من معهد الملك الإدارة الترابية الفوج الرابع من السن الخاص، حيث تقلد عدة مهام، كان قائد قيادة عرب صباح بإقليم الرشيدية، قائد قيادة الضرب العملي بإقليم سيدي سليمان، قائد قيادة محمد بإقليم الشام، قائد قيادة أولاد نوالة بإقليم سيدي قاسم، وقائد قيادة قائد 400 بني ملان. هناك السيد محمد القايد الذي عين قائد قيادة المغاصبين بدائرة زرعون خلف السيد محمد العماري الذي عين قائد ملحقة إدارية لعمالة الرباط. فهو من مواليد 1991 بمدينة ميدلت، حاصل على الماستر في الاقتصاد واستراتيجية المؤسسات المالية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1953 من السلك العادي للجهة السلطة، وشغل سابقا قائد قيادة عين الشعير بإقليم فيلي. هناك السيد عبد الصمد السيغاوي الذي عين قائد قيادة وليد بدائرة زرعون خلف السيد الذي تم الحاق بالصفة بالمصالح المركزية وزارة الداخلية. فهو من مواليد 1971 مدينة دار البيضاء، حاصل على الإجازة في الآداب الفرنسي، عمل سابقا كخليفة قائد بإقليم سكرو وكقائد قيادة إغزران نفس الإقليم. السيد غزلان بعطي خلف السيدة خديجة الحريري التي عينت بنفس الصفة بعمالة فاس، فهي من موالد 1985 من ديال الكوميسات، حاصلة على ماستر في قانون الأعمال، خريجة معهد الملك للإدارة الترابية 1950 في السلك العادي للجهة السلطة، عملت سابقا كقائد ملحقة إدارية بإقليم كالودات، وبنفس الصفة بإقليم دين الله على فترات زمنية متتالية. هناك يوسف بن رمان الذي عين كقائد رئيس المحطة الإدارية التاسعة في المنطقة الحضارية الحبرية خلف السيد أمين الحسيني الذي عين كقائد قيادة التنسيق بإقليم فيلي. فهو من مواليد 1986 مدينة العيون، حاصل على ماستر في تدبير الموارد البشرية والدينامية الترابية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1950، عمل سابقا كقائد ملحقة إدارية لإقليم تالودات، وعلى فترات على فترتين وقائد لقيادة أولى مبارك بإقليم دين الله هو المنصب الأخير. هناك عبد الإله الذهبي عين كقائد رئيس الملحقة الإدارية 19 في المنطقة الحضارية الإسماعيلية خلف السيد محمد عروسي الذي تم تقييده إلى منصب قائد، وتم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بنفس المنطقة الحضارية. فهو من مواليد 1986 مدينة الرشيدية، حاصل على ماستر في التكنولوجيا المحلية والإجازة المهنية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1949 من السلك العادي
ملحق ببشرية سمار. هناك أمين الجميل الذي علمك قائد رئيس ملحقة الإدارية 11 بمنطقة الحضارية الحمرية. خلفان السيد توفيق الناصري الذي علمك قائد قيادة حسيان التنغير. فهو من مواليد 1987 بمدينة الرباط. حاصل على ماستر في القانون الخاص، خرج من الملكي للإدارة الطلابية 1950 من السن العادي. سبق لي شغل كقائد ملحقة الإدارية الخامسة بمدينة القصر الكبير بإقليم العريش، وقائد قيادة حسيان بإقليم تنغير. هناك نور الدين الخطاب. الذي عين بنفس الصفه رئيس الملحقه الاداريه الاولى بنفس المنطقه الحضاريه. فهو من مواليد 1979 بقيم الرشيديه، حاصل على اجازتين في الشريعه الاسلاميه والقانون العام، خرج من معهد الملكي للاداره الترابيه 1949 من السجل العادي. سبق ليه شغل قائد قياده اولى ربيع اقليم الصويره، وقائد الملحقه الاداريه الثالثه باقليم تيغير. هناك طارق مستريح الذي عين كقائد رئيس الملحقة الإدارية السابعة بالمنطقة الحضرية الزيتون، خلف السيد أمير العسامي الذي عين بنفس الصفة رئيس الملحقة الإدارية الثامنة بالمنطقة الحضرية مرجان. فالسي مستريح هو من مواليد 1985 بمدينة فاس، حاصل على الماستر في النقل والخدمات اللوجستية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1949 من السلك العادي لرجال السلطة. وسبق ليه أن كان قائد مدير ديوان السيد عام الإقليم في كيك. هناك السيدة مريانا المغاربي التي عينت كقائد رئيس الملحقة الإدارية 18 بالمنطقة الحضرية المنزل، خلف السيدة حياة بن قلعة. فهي من مواليد 1989 بمدينة القنيطرة، حاصلة على الماستر في الاستراتيجية وإدارة الأعمال، خريجة معهد الملكي للإدارة الترابية 1950 من السلك العادي لرجال السلطة. سبق لها أنها تقلدت عدة مناصب، قائد ملحق الديوان السيد العام لمدير مديرة الانتخابات، قائد مكلة بمكتب الشؤون البرلمانية، كقائد رئيس الملحقة الإدارية بابتر زوز عمالة مراكش، وتقلدت على ثلاثة فترات زمنية في الملحقات الإدارية في عمالة مراكش، وآخر وسلك القائد الملحق بقسم الشؤون الداخلية بكريم سيدي منير أخو ضاد. قائد رئيس الملحقة الإدارية الخامسة بالمنطقة الحضرية الزيتون، خلف السيد عبد السلام بودين الذي عين بنفس الصفة على رأس الملحقة الإدارية بعمالة إقليم الخميسات. فهو من مواليد 1982 بمدينة تازة، حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1944 من السلك العادي. سبق ليه تقلد عدة مناصب، قائد قيادة ولادة ستوت بإقليم ناظور، قائد رئيس الملحقتين الإداريتين الثانية والخامسة بإقليم بورجدور، وقائد رئيس الملحقة الإدارية الهراوين وملحقة مولاي رشيد بعمالة مقاطعة مولاي رشيد. هناك محمد الماء الذي عين قائد رئيس الملحقة الإدارية المسلم لبشرية الإسلام، خلف السيد نبيل الصقوري. فهو من مواليد 1978 مدينة الرباط، حاصل على دبلوم دراسة معمقة في قانون المقاولات، ودبلوم دراسة معمقة في القانون العام، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1948. سبق ليه انتقل عدة مهام، قائد قيادة ختانة بإقليم تاولات، قائد قيادة إنزور بإقليم كوزيما، قائد رئيس الملحقة الإدارية العاملة في مقاطعة الدار البيضاء أنفار، وقائد قيادة تيزي إسري بإقليم دينغلاد. وبمناسبة تعيين رجال السلطة الجدد، فقد تم إجراء حركة انتقالية داخلية، همت السادة مريح بن مجاني
كرئيس المنطقة الشمالية المنزل، وقد عين رئيس المنطقة الشمالية مجرد خلف السيد علي بن الذي تم الحقه بقسم الشؤون الداخلية. هناك حفيد دعموش قائد المرحلة الإدارية الثانية في المنطقة الشمالية الإسماعيلية، عين قائد على رأس المرحلة الإدارية الأولى بنفس المنطقة الشمالية. السيد أمين عيساوي كقائد المرحلة الإدارية السابعة من المنطقة الحضرية الزيتون، فعين قائد رئيس الملحقة الإدارية الثامنة للمنطقة الحضرية مرجان. والسيد جواد بحير كقائد الملحقة الإدارية 17 للمنطقة الحضرية مرجان، عين قائد رئيس الملحقة الإدارية الياسمي بمشاوية ويسلان. كما سبق الإشارة إلى ذلك، فإن رجال السلطة اليوم سواء الجدد أو القدامى مدعوون إلى تنزيل ومواكبة الأوراق المفتوحة ببلادنا على مختلف الواجهات. وفي مقدمتها ورشة الحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق المنظور الذي وضعه عهد البلاد نصره الله ربي إلى إعادة الاعتبار للقطاع الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشرائح المعوزة والقضاء على كل أشكال الفقر والإقصاء وتهميش وتوفير خدمات القرى من ماء وشرب وكهرباء واغتيال وصحة وتعميم التندرس ومحاربة الهدر الفرنسي الأمني. ومن أهم أدوار رجال السلطة الفارسية هو مواكبة العمل المجالس المنتخبة وتتبع إنجاز كل المشاريع الكفيلة لتحقيق التنمية المحلية، وأيضا تشجيع مبادرة الاستثمار وتدليل الصعاب أمام المستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية لضمان توفير فرص الشغل والرفع من مستوى معيشة الساكنة المحلية، كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 69 لثورة الملك والشعب. وارتباطا بما سبق، أود أن أشير بأن مدينة مكناس تحتضن مجموعة من المشاريع التنموية المهيكلة والمبرمجة التي تطلب منكم مواكبتها ومساهمة في نجاحها. تذكر على سبيل الذكر برنامج تسهيل وتسهيل المآتي الثالثة للمدينة على سكان مكناس، برنامج تسهيل الحضاري المندمج للمدينة، برنامج معالجة بناية الأيام السقوط، مشروع حماية مكناس في فيضانات، برنامج زوي مجموعة من الضواوي السبعة الأخرى في العالم الناس من مكس صالح الشرطة، هذا برنامج مهيكي يتكلم مرحبا 21 مليار مع الفرق الاستراتيجية التنمية والتنمية من صالح الشرطة، برنامج التنمية الجهوية والتي تكلم تكلم التوقيع على برنامج بين الدولة والجهات والذي يشمل عدة مشاريع مقاربة للعالم. قمنا على الخصوص هي محاور فرقية استراتيجية الشبكة الطرقية بعمالة الناس وحمل غلاف الإسلام 30 مليار سنتي، مشروع بناء وتجهيز الشباب متعدد الاختصاصات، تصميم قرية الصناعة التقنية ترميم أحدث أقطار الصناعة التقنية ومحاولة الصغرى المتوسطة ويسلام. هذا بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى المبرمجة التي سيتم إطلاق الإنشاءات الخاصة بها مباشرة بعد الإتمام ممارسة التقنية التي تكون عن الوصول إحدى سوق الجملة الجديدة لقضاء الكواكب وبناء المحطة الكواكبية الجديدة للمجلس. كما أن الدور المتعاون لرجال السلطة لتحقيق التنمية والسلام لا يجب أن ينسي دوره الأساسي وبالتالي يتم تنفيذ التنسيق التام مع المصالح الأمنية باستثمار بناء محطة الاستقرار وطور البنية والسكنية ومحاولة الجريمة وحماية الأفراد والممتلكات وتسليس الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال التواجد الميداني والعمل الاستباقي، خاصة مع استمرار التهديدات التي تشكلها جماعات متفرقة مما يستدعي الأمر التحريري بمبادرة مستمرة. على ود على هذا الرجل السلطة المطالبة في مجال ومرض عبر إرسال معالجة استباقية فورية وناجحة تمثل هذه الدورة.
تعمل ناس كانت في مجال الاسواق والتجاري كافيا في اطار البطاله والتنميه المشاركه بالشكل الذي يمكن فئه التجار الممارسه المشتركه في اطار التعليم العمومي. زياده على هذا ان يحرصوا الاستمرار والتطبيق على التواصل الدائم مع المواطن والتوازن بين الشرطه وكل مستوى مع الحرص على سبيل ورؤيه رصينه ومتجدده على محيطهم والتعرف على شكل المحيط حسب الخصوصيات المحليه والحرص على احترام حريه الفرد الجماعي. كلها لها اصبحت تتطلب الالحاح التحلي بجديه وروح المسؤوليه وانفراد الناس في خدمه المصلحه العامه والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد. واخيرا اريد استاذ الجزء فرنسا الاقسام الداخلي مصالح العماله السلطات الامنيه العسكريه ومصالح الخارجيه السادة المنتخبون ان يكونوا سندا للسفر الى السلطات الجزء ولا يدخلوا اي جهد في مساعدتهم لاداء المهام المطلوبه على احسن وجه وبكل مسؤوليه وامانه خدمه للصالح العام وتصويرا للقائم من احسن مطلوب. وفق الله جميعا في خدمة هذا الوطن الحبيب اختار القيادة الرشيدة لعائلنا المفدى الذي محمد نصر الله وطيبه وأدام الأخوة الممالكة لهذه البلاد وأقر عناد ولي بقوة وبحسن وصيت له الرشيد مولى الرشيد وسائر أقران وصلاة الملك الشريفة إنا نسلم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.